المعطيات من عند زوجته اللي كانت معه تم توقيفهم أمام بورت ديتالي، هذه ساحة في باريس تسمى بورت ديتالي، تم توقيفهم من مع ذلك حاولت زوجته أن تتكلم معهم أيضا، كانت معهم الرضيعة، بنته رضيعة ولدت قبل شهر. تم توقيفه من طرف اثنين تاع المطار البوليس، لما وقفوهم قالوا له مباشرة أنك حركت فروج، قالوا له زابيغري أن فروج، ردت يعني الامير طبعا تصدم التهمه، قال له ورا الفروج اللي حرقته يعني بدا يهضر معاه، وكان زوجته ايضا ردت عليه قالت له ما حرقناش فروج، يعني هذه مش منطقه لنا هذا الاتهام. لكن الفرنسيين لم يوافقوا لا على تسوية الأوراق بالزواج واللي هي من حقه، ولا على تسوية على إعطائه حق اللجوء. هذا لا يمنع من أنه مقيم هناك بطريقة شبه شرعية، بمعنى أنه ما زال البروسيسيس، ما قالولوش لا لكن ما قالولوش نعم. في الحالة هذه تبقى في حالة انتظار، يعني ما فيش رفض نهائي لمغادرة البلاد مثلا. هذا لا يمنع من أنه مقيم هناك بطريقة شبه شرعية. لرونسينمون جينيرو تاع فرنسا، مخابرات فرنسا تعرف أمير جيدا بطبيعتها، مخابرات فرنسا تعرف أمير جيدا بطبيعتها، مخابرات فرنسا تعرف أمير جيدا بطبيعتها، مخابرات فرنسا تعرف أمير جيدا بطبيعتها. في الحقيقة هو كانت من أجل إجراءات حماية، لأنه وصلت معلومات تفيد أن المخابرات الجزائرية التي كانت بقوة كانت تستهدف أمير ديزاد بمكائد ربيع الموشية، فكانوا يحاولون اقتياده إلى أماكن مختلفة، وتدخلت الشرطة هنا والحمد لله أخذوا لي سيارة أجرة لأتنقل بها وأخلي المكان على الفور، وهذا ما حصل.